وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أتذكر أنني مرة زرت أحد العباد الصلحة أحسبه كذلك والله حسيبه وقد توفي رحمه الله، وهذا الكلام قديم. زرته في بيته وهو بين أربعة جدران من 4 سنوات ما يخرج، ويذكر عنه أنه يعاني من أمراض عديدة. فسألته عن حاله، قلت كيف أنت يا أبا فلان؟ قال لي بالحرف الواحد: والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثلها. هكذا، هذا لفظه، قال: والله إنني في سعادة ما أظن أحد في المملكة مثله. وهو بين 4 جدران وعلى سرير المرض وفي معاناة من المرض. خذ شاهدا أقوى من هذا وأعجب. الإمام بن سعدي رحمه الله تعالى، رسالته التي نفع الله سبحانه وتعالى بها خلقا والتي أسماها الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، هذه الرسالة من أولها إلى آخرها كتبها على سرير المرض وهو في ألم شديد في رأسه، حتى إن الطبيب كما حدثني ابنه بذلك كان منعه من القراءة والكتابة لأن رأسه ما يتحمل من شدة الألم، ومع هذا الألم يكتب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. وأحد العلماء وقد أحسن يصف هذا الكتاب بأنه مستشفى الأمراض النفسية، فعلا تقرأ هذا الكتاب هو مستشفى، وكثير مما وفقه الله قرأ الكتاب بطمأنينة زالت عنه أوهام وأسقام ووساوس وظنون وتفتحت له أبواب في السعادة. فالسعادة وقرة العين إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد. ضمن الله لمن اتبع هداه أن يسعد وأن تتحقق سعادته وأن لا يصيبه الشقاء. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، القرآن كتاب السعادة، إذا أردت السعادة اطلبها في القرآن، هو كتاب السعادة. إن هذا القرآن يهدي التي أقوم. فاللذة الحقيقية والسعادة الحقيقية إنما هي في طاعة الله سبحانه وتعالى، أما لذة المعاصي فهي لذة فانية محفوفة بمنغصات، ومن بعد ذلك جلابة للعقوبات. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الخزي والعار، وتبقى عواقب سوء من مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار، هي لذة فانية وسريعا ما تنقضي، وعواقبها على صاحبها في الدنيا والآخرة شديدة. نسأل الله عز وجل أن يصلحنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. نسأله جل في علا أن يتقبل توبتنا، وأن يغسل حوبتنا، وأن يثبت حجتنا، وأن يهدي قلوبنا، وأن يسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها،
زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.